السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. شايفين المنظر الجمالي ده؟ أنا لازم أكون منصف وأنا بغطي لك أي مدينة روسية. خلي بالك إن النمر في مدينة نيجنوفجرود بتبدأ أو بتنتهي باتنين وخمسين، واحد اتنين وخمسين، أو هتلاقي سبعة اتنين وخمسين، يعني العربية دي برضو إيه، واحد اتنين وخمسين. المهم عايز أبقى منصف وأوريك المنظر الجمالي ده اللي مش هتلاقيه في مدن كتيرة في العالم، المواسير المعلقة. هو المنظر ده جنب سلال او جنب صناديق القمامة، الله يعزكم، لازم تلاقي منظر جميل يجمل المنظر اكتر، اللي هو المواسير المعلقة دي. وماشية بقى لكتير بقى، مش عارف بقى دي ايه، غاز مجاري، الله اعلم، وماشية بقى منتشرة في المنطقة كلها. وده كان المظهر الجميل اللي حبيت ان انا افرجه لكم قبل ما تيجوا نيجنوفجرود وتشوفوا المظهر ده وتبتدوا تسألوا. لا، تسألوا من دلوقتي احسن قبل ما تروحوا. وديني وريتكم الحقيقة قبل ما توصلوا لها او قبل ما تلاقوها بنفسكم. ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.